دكتور محمد، خليني بس أكد على نقطة هامة جدا، لأنه احنا دايما عندنا بيبقى عندنا قلق كده ومشروع الحقيقة لما يكون حاجة ليها علاقة بأطفالنا أو بأولادنا. أفهم من حضرتك أنه يا فندم حسب الدراسات والتجارب الإكلينيكية أنه مفيش أعراض جانبية مختلفة عن اللي احنا عارفينها بالنسبة لتلقيح الأطفال من سن 12 ل 18 سنة؟ بالظبط يا فندم، على مستوى مصر ومستوى العالم كمان طبعا بكل تأكيد، يعني حتى اللقاحات بمختلف يعني أنواعها كله بدأ هذا، بلاد كتير بدأت ولم ترصد اي اثار جانبيه تقلق من تطعيم الاطفال ضد فيروس كورونا. طيب هي الفندم كم طفل تم، يعني عدد الاطفال اللي مستهدف تطعيمهم؟ حضرتك احنا يعني من 12 ل 18 سنه هيطلعوا ملايين. فاحنا ربنا يخلي، يعني احنا عندنا في الفئات العمريه اللي هي الصغيره، يعني عندنا 2.4 مليون مولود كل سنة. فحضرتك لما تحسمي من سن يوم مثلا لسن سنة هيطلعوا 2.5 مليون، 12.5 مليون أقل من 5 سنين، نحسبها بالطريقة دي يطلع العدد المطلوب تطعيمه يعني كذا مليون يعني. هايل. طيب دكتور محمد، احنا يعني لاحظنا في الفترة الماضية من أيام يعني قليلة تحديدا انخفاض الأعداد الخاصة بالإصابة في متحور أو بمتحور أوميكرون، هل احنا نقدر نقول النهاردة اللي يعني خلاص انتهت ذروة الموجة الحالية؟ ما اقدرش أقول كده دلوقتي، احنا بداية بالأعداد. نعم. احنا عندنا دلوقتي كل يوم الأعداد التي رصدت عن طريق أو تم التعامل معها مع الوزارة والمستشفيات الجامعية هم 2000 وشوية. نعم. لسه عدد الوفيات بيدور ما بين 50 و55 و60. فسيادتك دايما بنتكلم على الذروة لما نصل إلى عدد ثابت لعدة أيام ثم يبدأ انخفاض هذا العدد. فإحنا طبعا زي ما احنا شايفين الأعداد اللي هي، وإحنا دايما قلنا كده والوزارة قالت كده، العدد اللي بيرصد عن طريق الوزاره مش هو كل الحالات المصابه. صحيح. لان طبعا زي احنا عارفين ان كورونا بصفه عامه واوميكرون بصفه خاصه، هو طبعا النوعين السائدين حاليا هم اوميكرون ودلتا. اوميكرون هو السائد في العالم وعندنا برضه هو ودلتا. فحضرتك دول يعني اخر متحول اللي هو اوميكرون كان من ضمن الظواهر الخاصه بيه ان عدد الحالات التي تصاب من المصاب عدد كبير جدا، والابحاث بتقول ان هو من 14 ل 17 شخص. وده اكتر بكتير قوي من الدلتا ومن الانواع السابقه ومن الفيروس الاصلي ده هو قبل المتحورات. فلسه يعني طالما ان العدد لسه في حدود ال 2000 يعني بيتارجع او يتذبذب ما بين 2000 2100 2000 وهكذا، عندما نصل الاستاذ احمد الى عدد ثابت لعده ايام ثم يبدا الانخفاض نقدر نقول ان احنا بدانا نرصد يعني ان هذه الموجه بدات تقل. نعم، لكنه متحور سريع الانتشار لكن في نفس الوقت اعراضه اقل يا دكتور. في معظم الحالات. الحمد يعني لله. دايما الكلام الاكلينيكي زي ما قلت لحضرتك من شويه بيدور حول العمليه الاحصائيه، يعني كم واحد بيصاب ويجي له كم مرض. فالملاحظ الآتي في هذا المتحور، معظم أعراضه في الجهاز التنفسي العلوي، ممكن يبقى في رشح وعطس ووجع شديد في الزور في الحالات، بينزل الشعب الهوائية يعمل التهاب شعبي، طبعا الحالات الثانية كان بيعمل التهاب رئوي يعني ينزل إلى رئتين نفسية ونسيج الرئة، ده النسب هنا أقل، يعني الغالبية العظمى من الحالات بتشتكي من أعراض تنفسية عليا، حرارة ممكن طبعا، ظاهرة تكسير في الجسم عام اللي هي الاكس في الجسم كله، دي مرصودة في الغالبية العظمى من الحالات. يعني اذا الاعراض العامة، في اعراض طبعا اعراض مزعجة برضو يعني، انما اقل شدة ويمكن اقل خطورة من المتحولات التانية لكن موجودة.